منطقه التعاهد والاتفاق، هذه المنطقه التي تضم بلديه ترهونه وبلديه مصراته والزنتان. نعم. طبعا من بالاضافه الى ما تكلمت به بكري، تم طي سقف الماضي والاتجاه الى البناء والاعمار من خلال اتفاق المؤسسات بين البلديات الثلاثه في التعاون في المجالات، ايضا مكافحه التهريب ومكافحه جاب المخدرات، مكافحه الهجره غير الشرعيه. طبعا اهداف طورت 17 من فبراير وتحقيقها هذا امر لا 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 خيار عليه ولا نقاش فيه. بالاضافه ان ليبيا لكل الليبيين يجمعنا الوطن، وعاصمه طرابلس عاصمه كل الليبيين، وبالتالي هذا المنطقه الذي ينتظروه من الناس نامل ان يكون وصل الى مرحله ان كل ما تمناه المواطن العزيز ان يكون في هذا المنطقه. ايضا نامل من كل المواطنين ان تحضر حد هذه التحديات وان تغلب مصلحه الوطن على المصالح الشخصيه، باعتبار ان المشكله هي مشكله سياسيه وحاصله في الانقسام السياسي، وبالتالي نحن نضغط ونسعى ونؤكد على ان توحيد مؤسسات الدوله لا خيار، امرا لا خيار عنه ان شاء الله. نعم. طيب سيد عياد، يعني هل جرى تحديد اي يعني ضمانات لعدم خرق هذا الاتفاق وهذا الميثاق؟ نعم نعم. هل جرى يعني تحديد ضمانات معينه لضمان عدم خرق هذا الميثاق؟ لا، هذا جاء نتيجه العديد من اللقاءات. طبعا تم لقاء اولي في زنتان بين زنتان ومصراته، ثم لقاء اخر بين مصراته والزنتان في مصراته، والان يعني درست كل زي ما سمعت انت من بنود الاتفاق، لا فيها يعني وصل الى مرحله خلاص، يعني المواطن خلاص الانسان يعني اصبحت ليبيا يعني بالاضافه لكل هذه المشاكل يعني من المواطن، انت انظر لسياده الوطن، وهذا خط احمر، وبالتالي هذا الاتفاق لا يعني كل البنود وقعوا فيه، ومدى البلديات مشايخ الحكومه والاعيان الاجهزه الامنيه الاجهزه مؤسسات المجتمع المدني، وبالتالي لا يمكن ان يكون هناك خرق في هذا الاتفاق. طيب يعني هذا اللقاء سيد عياد سبقه لقاء زنتان ومصراته كما ذكرت، ما قيمة هذه الاتفاقات الآن وهذه المواثيق، وأيضا كيف من وجهة نظرك سوف تنعكس على أرض الواقع في هذه الفترة وفترة الميثاق والمعاهدات والتوجه إلى المصالحة الوطنية والتقارب؟ هذا الميثاق زي ما تفضلت ان الحوار الليبي الليبي، والله لو لم يتحاور الليبيين ويصلوا الى حل بين انفسهم وتغليب مصلحه الوطن والصفح وقانون العفو العام، نعم. هذه كلها تحدد، وبالتالي سيسير المركب بالصوره الصحيحه. اما بما ماشيين في الان انقسام سياسي، والمشكله هي كلها في الساسه وليس في ما هي في المواطن المشكله، ولا من المواطن، ولكن قدر الله ما شاء فعل، يعني مشكله سياسيه وبالتالي انقسام سياسي، ويرجع للساسه انفسهم، يعني لم يغلبوا مصلحه الوطن، لم ينتبهوا الى اين سيصل الوطن، والحل لازم يكون من داخل ليبيا، والحوار لازم يكون ليبي ليبي وما غير ذلك، فان كل الحوارات هذه لن تنجح صدقني. نعم، هذا ما خلصنا عليه في خلال هذه الاجتماعات كلها. شكرا لانضمامك معنا عميد بلدية ترهونة السيد عياد البي، كنت معنا عبر الهاتف.